يسراً ربنا اعلاك قدرا يا امام الانبياء انت في الوجدان حي انت للعينين ضي انت عند الحوض ري انت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة كل سنه وحضراتكم طيبين النهارده ذكرى الاسراء والمعراج وبهذه المناسبه منورنا في الاستوديو المنشد جوده هيكل مؤسس الحضره فرقه الحضره للانشاد الديني وعضو فرقه النيل للانشاد الديني بوزاره الثقافه اهلا بيك يا شيخ جوده اهلا بيك كل سنه وحضرتك طيب وحضرتك طيب في البدايه كده انا يعني طبعا احياء ذكرى الاسراء والمعراج وغيرها من المناسبات الدينيه بيرتبط جدا بالانشاد الديني سواء الفرق او الم المنشدين اللي بيكونوا لوحدهم. أنا عايز أعرف بقى بقية السنة أنتوا بتعملوا إيه؟ أولًا كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيب وكل الشعب المصري والعربي والإسلامي بخير. الإنشاد الديني عمومًا هو غذاء للروح. م. والإنشاد الديني متواجد على مدار السنة ولكن بيزدهر في المناسبات الخاصة به. زي موالد الصالحين. زي المناسبات الدينية اللي احنا فيها زي الإسراء والمعراج والنصف من شعبان وليل رمضان والمولد النبوي يعني المناسبات الدينية عندنا كثيرة صحيح فعلى مدار العام متواجد الإنشاد الديني م. وهو مكثف وله مستمعين وله محبين أكيد بس حضرتك شايف إن هو عنده يعني ليه جماهير زي زمان ولا بس مرتبطة بالمناسبات فقط؟ هو له جمهوره عنده أهله م. ولكن الوضع بقى يعني أنا شايف أن الأمور ما بقاش زي زمان يعني كان زمان مم. الناس بتروح لليالي والل... كان الفن ده متعارف عليه جدا وكان كل الناس بتحبه ده تراثنا آه ده تراث وإحنا لو ما حاولناش نحافظ عليه وإحنا دايما في وسائل الإعلام نقول يا أخوانا خلوا بالكم ده تراثنا لازم نحافظ عليه ده سمة من سماتنا وإحنا كشعب مصري بطبيعتنا محبين لحضرتنا واهل البيت بشكل رائع يعني. طيب نسمع حاجه بقى ده عشان أو مال النهارده نسمعك اكتر ان الله اتفضل <applause> حبيبي يا حبيبي صف لي يا من رايت الحب ليلا ان عيني تشتهي ذاك الجمال صف جميلا خلقا وخلقا من جمال الذات قد حاز الكمال صف عيون لها شمي صف للمحيا صف مليحا حسنه فاق الخيال صفك كحيلاً اكحلا من غير كحل ادعجا عيناه تنسيك الغزل نعم حبيبي صف ضليع الفم براق السناي صف أسيل الخد صف عزب المقال صف نبي قد اتى من قبل ادم جل من سواه ليس له مثالا الله طيب أه... حضرتك يعني واضح انك يعني ليك كذا نشاط حضرتك عندك فرقه حضرت مؤسسها فرقه الحضره وكمان عضو فرقه النيل بوزاره الثقافه من الحاجات اللي مهمه ويمكن حضرتك لسه قايلها لنا دلوقتي ان احنا نحافظ على التراث ده هنحافظ على التراث ده واحنا يعني علشان نحافظ عليه لازم نعمل كذا حاجه منها ان احنا نعلم جيل جديد بتعملوا ده ازاي اولا انا بحيي الشباب لان هو ده المستقبل مم. واحنا من خلال عروضنا اللي بنقدمها في المراكز الثقافيه بنرى رغبه من الشباب اللي عندهم رغبه للانشاد تمام وده شيء مبشر وجميل يعني في ناس عايزه تتعلم اه في بس هو مش و... حاجه سهله يا شيخ جودة لا حاجة. مش مش سهله لكن مم. هو سهل على المحب ليه انت لو حبيتي شيء بيبقى سهل بالنسبه لك اللي بيحب شيء بيسعى ليه صعوبات الانشاد بتبقى في ايه هل في في مخارج الالفاظ ولا في الصوت طبعا في على حسب الصوت؟ على حسب اتجاهه يعني اذا كان هي يعني أصل الانشاد مش مش نوع واحد امم الانشاد اشرح إن... لي كده سريعا قولي ايه آه ايه مواصفات المنشد عندك ابتهالات عندك إيه؟ وعندك تواشيح وعندك انشاد دين. الابتهال ما يؤديه الشيخ بمفرده دون مصاحبه الات او ايقاعات زي تمام. الشيخ ناصر الدين اه التوشيح الدينيه بيؤديها الشيخ ومعه مجموعه من المشايخ بتسمى في عالم المشايخ البطانه زي الكرار في الموسيقى العربيه. تمام. لا يصاحبه الات ولا ايقاعات ولكن مع التطور السريع بدا يخشى الات وايقاعات زي المرحوم الرئيس السادات لما امر بليغ حمدي يلحن لسيدنا الشيخ سيدنا خشبندي اغنيه مولاي فدخل آه. فيها الالات والموسيقى. تمام. الانشاد منقسم الى قسمين في قسم شعبي وقسم صوفي. الشعبي اللي هو ما يؤدى باللغه العاميه تمام ده انشاد ديني شعبي انما الانشاد الصوفي ما يؤدى باللغه العربيه بالشعر الصوفي حضرتك بقى بتعلم الجداد كل الكلام ده لا المتعلم على حسب ما هو غاوي اللي غاوي لغه عربيه بيخش اللغة, دي. آه. غاوي اللغة بيخش اللغه العربيه اللي غاوي لغه عاميه بيخش اللغه العاميه على حسب هويته هو من الداخل م. يعني انت جايه عايزه تتعلمي انشاد صوفي بشعر صوفي تحفظ شعر صوفي وبتبدأي تعرف تحفظ المقامات وبتشوف السكة التعليم ازاي حضرتك بتختار العضو مثلا في الفرقه او بتختار حد بناء على ايه بتختبره ازاي غير اللي هو عايزه. الصوت قبل الصوت الاحساس اه قبل الصوت احساس يعني انت لما بتيجي تؤدي مم. الاداء ده متوقف على الاحساس مم. عشان هتقدري توصل المعلومه اللي للي للي لان المنشد ما هو الا ساقي والمستمع مم. شارب فما كانش مين. هو يقدر يسقي اللي قدامه ما متوقف على الاحساس انما الصوت بيختلف اه الصوت الجميل بيأثر الصوت اللي فيه نبره الاحساس بي... بدليل انا كنت دايما اقول مثلا فناننا العظيم الراحل عبد الحليم حافظ كان اضعف الاصوات ولكنه ارق الاصوات فكان بيصل الاحساس احساس فكان بيصل بسرعه مم. فهي العمليه في الاحساس مم. مش لا بقوه الصوت ولا بضعفه اه بيوصل بس. الكلمه من القلب للقلب كده زي ما بس اه تمام نوصل بقى نسمع حاجه كمان عيني <applause> مستمتعين بوجود حضرتك معانا تفضل ربنا يخليك اجمال من هذا الذي اراه اجمال روحي ام جمال الله جميل النعم قد جمل الوجدان جميل النعم قد جمل الوجدان حبيبي كلها علوي وسفلي فافهموا معناه صب دعاه لوصله مولاه جهرا فألب مسرعا أواه الله أه شيخ جوده لما بتبقوا عندكم حدث يعني مثلا زي النهارده حضرتك ايه التنبيهات اللي بتقولها لاعضاء فرقتك وايه الحاجات اللي انتوا بتركزوا عليها؟ المناسبه يعني احنا مثلا من في مناسبه زي مناسبه الاسراء والمعراج فبنتحدث م. عن الاسراء والمعراج. في حدث مولد النبي بتتكلم على مولد النبي آه. في, في النصف من في الشعبان. حاجه في تدريباتكم بتقول لهم خدوا بالكم من كذا اه يعني من انت من بتاكدي مع الموسيقيين آه. او الايقاعات في الريتم في الاداء في مم. ودي يعني ميزه الانشاد ان الانشاد ما هوش زي قضبان السكه حديد كلحن محطوط وبتلتزمي بيه لا احنا معروف ان المنشدين في ارتجال ارتجالي كله حتى في آه. في الموسيقى بس ده الارتجال ده مش بي يعني صعب مع لما يبقى معاك فرقه موسيقيه لا بالعكس ده آه. هم هم نفسهم بيبقوا هاويين وبيدوا اداء آه في خيال اكتر لانه مطلق ما هوش مقيد مش مقيد مم. بشيء معين مش دي موضوع مش متقيد بلحن اه لا لا مطلق فعشان كده بيجيد بيقول بس حضرتك بتتعاون اكيد مع وزاره الثقافه بما انك عضو في فرقه في وزاره الثقافه هل في يعني تعاون لاثراء الفن ده اكتر او الاهتمام بيه اكتر بصراحه كده شيخ جوده يعني في اهتمام ولا ما فيش انا غلبت في الاول انا قلت في الصحافه قلت م. في التلفزيون وكل القنوات المصريه وجهت نداء للازهر وطرق الصوفيه الاعلام اخواننا يا سيادنا يا اهلنا يا اهل مصر ده تراثنا مظبوط ده تراثنا اللي ما فيش زيه لان انا دايما في احاديثي بقول مصر هي خزينه الله في أرض مصر لها رياده في كل شيء بالظبط فده تراثنا مليانه كنوز وعندنا كنوز بشريه هائله في كل مم. المجالات فما بالك بالانشاد مم. لازم يبقى فيه يعني نبص نلاقي مثلا الانشاد حتى الاعلام يبص له في المناسبات الرسميه بس ما يبصوش في الوقت العادي <applause> مع ان ده غذاء للروح يعني احنا لما بنيجي نقول القران غذاء للروح والجسد <applause> كذلك لانه هو من نفسي مش القران غذاء للروح والجسد صحيح بس والله انا في نهايه بدم صوتي صوت حضرتك ووزارة الثقافة أرجوك أرجوكم يعني تهتموا بهذا التراث تراث الإنشاد الديني إحنا فعلا رواد في إيه هذا النوع من الفنون ما ينفعش إن إحنا نهمله أبدا و... ولازم نهتم به فعلا زي ما الشيخ جودة كده بيقول بال... يعني السنة كلها طول الوقت على مدار السنة نحاول إن إحنا نهتم به أكتر نديله اهتمام وعيدنا تبقى عليه أكتر من الأول شيخ جوده انا بشكرك جدا وهسمع منك حاجه طبعا نختم بيها حلقتنا النهارده بس قبل ما نسمع بقول للساده المشاهدين كل سنه وحضراتكم طيبين، خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح دريم وبكره هشوفكم الساعه 9:30 صباحا بتوقيت القاهره ونختم بقى بانشاد جميل من الشيخ جوده هيك اللي كان منورنا النهارده. ولما على السبعات باقة تحفه ملائكة الرحمن والنور يغشاه وفارقه جبريل عند مقامه وقال له هذا الحبيب ومولاه وناداه منه ناداه منه مرحبا بك يا أنا سل ما تشاء وتمنى ما ترضاه قال إلهي قصدي منك نظرة بالعفو عني إنني أواه أنت الحبيب ومن أحبك حبني ألقيت حبي إنني الله